الشركات المتوطنة بالمنطقة الحرة لوضع آليات جديدة بعد قرار مجلس الوزراء بضم المنطقة الأولى والثالثة المواني. الشيخ يوسف العبدالله هو مدير عام مؤسسة المواني الكويتية، نشاهد هذا التصريح الخاص في ضم المنطقة الحرة. قرار مجلس الوزراء أعاد المنطقة الحرة إلى مؤسسة الموانئ، إذن ليس هنالك منطقة حرة في المنطقة الأولى والثالثة، وتعامل هذه المباني كمستودعات جمركية وتستمر في حالها إلى أن تنتهي عقودها، وعقودها أمانة إلى الآن قاعدة تراجع من قبل الإدارة القانونية وإدارة الشؤون المالية في مؤسسة الموانئ، وبحصر جميع العقود ومعرفة وضع كل عقد على حدة، ومن ثم سيتم استدعاء كافة الشركات لمعرفة عما إذا هنالك قضايا أو تأخير في الدفع أو ما شابه ذلك، علشان إحنا أولا نشوف شنو اللي إحنا نقدر نسويه في هذه العقود قبل اتخاذ أي إجراء قانوني في حق أي شركة. إذا في قضايا أوريدي إحنا أيضا راح نستلم نسخ وجدول كامل من الإخوان في الهيئة العامة للصناعة، وأيضا نطلب أيضا منكم نسخ كشركات علشان نحن نقارن النسختين فيما بينكم وبينهم. براويكم الصورة هذه،